سمعنا مؤخرا أن الحكومة تقول إذا فسخنا هذه الاتفاقية أو ألغيناها ستتحمل الحكومة الأردنية ما يزيد على 1 مليار دينار شرط جزائي. غموض كبير يلف تفاصيل اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية نهاية شهر أيلول عام 2016 لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني. غموض زادته الحكومة برفضها الكشف عن التفاصيل الحقيقية للصفقة وعدم عرضها للتصويت في مجلس النواب حتى الآن. حاولنا نأخذ الاتفاقية أبدا وهي بين يدينا. طبعا أنا بس بدي أعرف مين اللي وقع على الاتفاقية وإذا به كان مدير شركة الكهرباء الوطنية مهندس عبد الفتاح دراتك. هذا الموضوع مرهق جدا وأنا أخشى أنهم بيزحفوا لأنه إحنا ضايل لشهر على نهاية الدورة العادية. خبراء يرون أن ثمة أمر ناقص ولغز كبير تصر الجهات الرسمية التي أشرفت على الاتفاقية إخفاءه في ظل مخالفتها للقانون والدستور الأردني. نقول للحكومة من هذا المنبر إذا كنت كحكومة ملتزمة فيجب عليك أن تكشفي هذا الالتزام وكيف نشأ ومتى ومن هو الذي وقع وهل هو مفوض بالتوقيع أم لا. إذن الاتفاقية بمجملها وبشروطها وبآلية تنفيذها جميعها تخالف أبسط المبادئ القانونية وتخالف الدستور بالمطلق. تطبيع قصري وارتهان مجاني وأثار اقتصادية وسياسية وسيادية ستترتب على الأردن جراء هذه الاتفاقية أكدها مختصون خلال ورشة عمل أقامتها لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في مجمع النقابات المهنية. وبالتالي معنينا اليوم أن نعظم هذا المشروع المقاوم لمشروع الغاز الذي أعتقد أنه من أخطر المشاريع التي كانت خلال الفترة الماضية تحاول أن تمس سيادة الدولة الأردنية وبعد شوي راح يدخل الغاز إلى كل بيت أردني إذا لم نقف جميعا لمقاومة هذا المشروع. للأسف جزء منه أصبح أمر واقع لكن معني أن نقاومه حتى آخر لحظة للأبعاد الكثيرة التي تعرفونها جميعا. منذ الإعلان عن توقيع الأردن اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني عبرت فعاليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني عرفتها لهذه الاتفاقية من حيث المبدأ كونها تمس المواقف الوطنية والقومية للشعب والدولة الأردنية. عبد الله الشيخ، الحقيقة الدولية.